النهارده هنستعرض مع بعض الازمنه اللي درسناها في الثانويه العامه في اللغه الايطاليه. طبعا احنا الازمنه بنقسمها عندنا لنوعين، تمبي سمبليتشي ازمنه بسيطه، وتمبي كومبوستي ازمنه مركبه. ولما نيجي نتكلم اولا كده عن تمبي سمبليتشي الازمنه البسيطه، هنلاقي عندنا زمنين. اول زمن البريزنت المضارع، والزمن الثاني الفوتورو سمبليتشي المستقبل البسيط. واول ما الطالب هيسمع معايا كلمه المستقبل البسيط هيقول لي اه ده اللي حضرتك شرحتيه الحلقه اللي فاتت. بالظبط. النهارده بقى احنا هنربط بينه وبين البريزنت، وكمان هننتقل عند تمبي كومبوستي ازمنه مركبه، وهنتكلم عن الباساتو بروسيمو المستقبل المركب او سكوزا الماضي القريب او الماضي المركب، والفوتورو كومبوستو المستقبل المركب. طب تعالوا كده نبدا مع بعض. اول حاجه بتمبي سمبليتشي ازمنه بسيطه. اول حاجه عندنا خدنا الزمن ده في سنه اولى، وطلبه سنه اولى طبعا هم لسه ما اخدوهوش، لسه هياخدوه ان شاء الله في اونيتاتري في الوحده الثالثه، لكن طالب سنه ثانيه وطالب سنه ثالثه عارفه كويس جدا. ليه؟ زمن البريزنت المضارع، الزمن ده بنقول عليه زمن بسيط لانه ما بيحتاجش معاه لفيربو او زلياري فعل مساعد، لكن الزمن ده الفعل فيه شكله بسيط جدا. بنعمل ايه في الزمن ده؟ بنحذف نهايه المصدر اللي هي الاري او الاري او الايري، زي ما احنا عارفين عندنا ثلاث مجموعات في اللغه الايطاليه من الافعال، المجموعه الاولى بتنتهي باري، الثانيه بتنتهي بايري، الثالثه بتنتهي بايري. طيب انا بحذف نهايه المصدر وبعدين ببتدي احط النهايات بتاعتي. في المجموعه الاولى بحط النهايات اللي قدامي دي مع الضمير ايو اللي معناه انا بحط او، مع الضمير تو اللي معناه انت بحط اي، مع لوي او لاي هو او هي بحط النهاية ا، مع نوي بنحط يامو، فوي، اتي، لورو، انو. ودي كانت نهاية المجموعة الاولى في زمن البريزنت المضارع. المجموعة الثانية تعالوا كده نشوف النهايات مع بعض، مع ايو بنضيف للفعل او، مع تو بنضيف له اي، مع لوي ولاي بنضيف له ا، مع نوي بنضيف ايامو، مع فوي بنضيف اتي، مع لورو بنضيف انو سكوزا اونو. طيب تعال نشوف المجموعه الثالثه، والحاله لما هبص على المجموعه الثالثه هلاقيها هي والثانيه شبه بعض جدا في النهايات مع اختلاف بسيط. طب تعالوا كده نشوف، هنبص نلاقيهم ايه ده ايه ده ايه ده نفس النهايات بالظبط، نفس النهايات بالظبط. طب تعالوا كده نشوف، مع ايو هنضيف او، مع تو هنضيف اي، مع لوي ولاي ا، مع نوي يامو، مع فوي ايتي، مع لورو اونو. طيب دي كده كانت نهايات زمن المضارع للافعال. طبعا كان في افعال شاذه كنا بنحفظها. طيب تعالوا كده نشوف يا جماعه زمن الفوتورو سمبليتشي. زمن الفوتورو سمبليتشي كنا بنقول برضو ان هو زمن بسيط، وكنا بنحط نهايات برضو بس ومش بنحتاج معانا لفعل مساعد. كانت نهايات زمن الفوتورو سمبليتشي زي ما انتم شايفين كده اهو، المجموعه الاولى والثانيه، المجموعه الاولى والثانيه كانوا بياخدوا نفس النهايات. ايه هما؟ ايرو، ايراي، ايرا، ايريمو، ايريتي، ايرانو. ايه ده؟ ده حرف الار معانا دايما في المستقبل. بالظبط، زمن المستقبل البسيط كان مميز في نهاياته بحرف الار او الار. المجموعه الثالثه بقى كانت بتاخد نفس النهايات بالظبط، بس كنت بغير الاي واحطها اي او اضيف بدلها اي. كنا بنقول ايرو، ايراي، ايرا، ايريمو، ايريتي، ايرانو. تمام. يبقى احنا كده لو بصينا على شكل الفعل في البريزنت في المضارع وفي الفوتورو سمبليتشي في المستقبل البسيط، هنلاقي ان الفعل بسيط، مجرد ما بشيل نهايات المصدر وبحط بدلها النهايات اللي في نهايه كل فعل. طيب ده كانت كده زمن المضارع وزمن المستقبل. تعالوا بقى نبص على التمبي او اي تمبي كومبوستي. التمبي كومبوستي اللي هي الازمنه المركبه. تعالوا نشوف ايه الفرق ما بين الازمنه البسيطه والازمنه المركبه في الشكل. هنبص نلاقي الازمنه المركبه عندي برضو كانوا زمنين، زمن الباساتو بروسيمو الماضي البسيط، وزمن الفوتورو كومبوستو المستقبل المركب. طب تعالوا كده نشوف الباساتو كان بيتكون من ايه. قبل
قبل ما اتكلم عن الباصات وهلاقيني كاتبه كده القاعده مشتركه ما بينهم، كاتبه اسري او افيري، اسري او افيري بيو زائد بي بي اللي هو البارتيتشيبيو باصاتو او اسم المفعول. ايه ده يعني ايه يا سينيورينا؟ هقول لك خد بالك الزمانين دول مشتركين في حاجه. ايه هي بقى؟ اسري وافيري. بس احنا مش هنحط اسري وافيري زي ما هي كده، احنا هنصرف اسري وهنصرف افيري. طب ممكن نوضح اكتر؟ نوضح اكتر. هقول لك خد بالك في الماضي التكوين بتاعه كلمتين، الماضي التكوين بتاعه ايه يا اولاد؟ كلمتين. ايه هما؟ يا تصريف اسري يا تصريف افيري في المضارع زائد اسم المفعول. الزمن المركب عندي كلمتين، تصريف اسري او افاري في المضارع زائد اسم ايه؟ المفعول. طب تعالوا نفتكر مع بعض تصريف اسري وتصريف افاري في المضارع كان شكله ايه. زي ما انتم شايفين كده اسري كان تصريفه سونو سي اي سيامو سياتي سونو سونو سي اي سيامو سياتي سونو، ده كان تصريف اسري. طب تصريف افاري في المضارع كان ايه؟ او I a abbiamo avete hanno o I a abbiamo avete hanno، ده كان تصريف الاوزيلياري يعني الفعل المساعد او المساعد اسري وتصريف المساعد افيري. طيب زائد اسم المفعول، اسم المفعول ده طبعا مش هندخل في تفاصيله دلوقتي، اسم المفعول ده افكركم بيه سريعا، كنا بنجيب ازاي اسم المفعول من الفعل؟ كنا بنحذف نهايه المصدر الار او الاري او الايري ونضيف النهايات بدلها اتو لو هو مجموعه اولى، اوتو في المجموعه الثانيه، ايتو في المجموعه الثالثه. طيب يبقى الفعل في الماضي كان كلمتين، يا اسري يا افاري زائد البي بي اسم المفعول او البارتيتشيبيو باساتو. طب ده كده الماضي القريب او الماضي المركب.